إذن معاكم، نتمنى أنكم تتابعونا يوم الخميس القادم في نفس الموعد في مع حلقة جديدة من برنامج خبر وسؤال. إلى ذلك الحين أقدم تحية ممزوجة بالشهد مني أنا شهد، لكم أنتم يا أحلى وأرقى من الشهد. مع السلامة. ولكم مني أجمل أجمل تحية، أنا نورة ومن فريق عمل خبر وسؤال. إلى اللقاء.